طيب هل المريض بيستفيد من معرفة مرضه؟ نحن طبعا خلينا هلا ناخذها حسب بميزان الخطورة والضرر، انه هل في شو الفائدة المتوقعة لما المريض بيعرف شو مرضه بالضبط؟ عم نحكي خاصة عن الأمراض الخطيرة اللي سرطانات منتشرة، شيء مرض عصبي شديد، او وشو هو الضرر اللي ممكن يحدث على هذا المريض لو عرف مرض، لو عرف حقيقة مرضه؟ هلا اول شيء الفائده هي اللي انا بشوفها اكثر شيء هي التزامه بالعلاج. بمدى هلا لما المريض بتقول له مثلا انت معك، انت المثال اللي طرحته انه سرطان درجه رابعه وفي لك علاج معين، فممكن هذا الشيء يساعده بالالتزام بالعلاج تبعه، ممكن هذا الشيء يساعده بترتيب اولوياته بالحياه لما هو بيعرف مثلا انه قدامه مثلا 6 اشهر او سنه او سنتين، او في عنده طريق معين من المضاعفات لازم يمر فيها، فهو ممكن يعيد إعادة ترتيب أولويات حياته، ممكن هو يبني شبكة من الدعم حواليه بشكل ملائم، مثلا هو بيعرف مثلا إنه بنته أو ابنه مثلا قلبه ضعيف بهي الناحية، فهو ممكن يخلي مثلا إخواته يساعدوا أو العكس. وبنفس الوقت يعني هو هي معلوماته بالأخير، يعني نحن ما فينا، إحنا ممكن نقيم ولكن ما فينا نقرر ونقيس مدى الضرر أو النفع عليه. هلأ في كتير ناس مثلا نفسيا بتقول لك المريض تبعنا بينأذى نفسيا اذا انت بتقول له معك سرطان. انا يعني صراحة بشوف هذا الشيء كثير، ونحن يعني هذا الشيء ممكن يعمل اكتئاب للمريض وممكن يأثر عليه. الاكتئاب هو احد حالات احد الامور النفسية اللي بتمر معنا طبعا، احنا بأي خبر سيء بتنقله للمريض عندك عدة مواضع، احدها هو الشعور بالحزن، فهذا الشيء طبيعي. هل المرور بالاكتئاب شيء طبيعي لما شخص بيتشخص بمرض خطير؟ هلا المرور بحزن الشديد طبعا هو احد مراحل، هلا في عندنا احنا 5 مراحل لما اي شخص بيجي لنا بقى سيء، في عندنا 5 مراحل بيمر فيها، اولها الرفض مرورا، رفض يعني الإنكار، أنه هو بيقول ما معي المرض. نعم هو بيقول لك انا ما عندي اياه، وبعدين ممكن طيب بعدين انه بيصير عنده غضب مثلا، بصير بعدين بيزعل أو بيعصب لما بدك تناقش معه بيعصب، المرض المعين. ممكن كمان انه هو يصير يفاوضك على هالقصص، يقول لك انا بدي ولا ما بدي، مساومة. ممكن يساومك عليه، ممكن كمان يحزن، ممكن فالمرحلة الرابعة هي الحزن، انه هو بده يمرق بالحزن، يعني ما حدا يعني مو سهل انك تقول له واحد انه عندك مرض منتشر، او يعني هو حالة طبعا خطيرة طبعا صار ان العين لا تدمع يعني والقلب لا طبعا يحزن، فانت لما بتدرس بخبر مفجع او كبير لازم تحزن، هذا الشيء طبيعي انك تحزن. والمرحلة الرابعة ضرورية الوصول للمرحلة الخامسة واللي هي القبول، ايوه، شو هو القبول يا اخي نباسر؟ انه خلص المريض صار يعني مثل ما بقول يعني سلم امره لله او اقتنع بواقع اذا هو من هذا عجبتني يعني. كلمة تسليم على فكرة، أنا بوصفها بالتسليم وليس الاستسلام، يعني القبول إني أنا خلاص الله قدري، هذا شخص لي، الله بلاني بهالمرض وهذا قدري، شو بدي أذهب نفسي حسرات عليه؟ لا، صح بيتجاوز الموضوع، بيطلع من الحزن. طبعا. وطبعا يعني هلا انا وياك عم نحكي هون نقاش، يعني ممكن الناس تقول انه هذا سهل، انتم عم تحكوا قاعدين على الكرسي تحت المكيف مبسوطين يعني، ولكن اللي عم يتلقى الخبر هو امر صعب طبعا. هذا الشيء I recognize it، يعني انا واعي له تماما، ولكن هي دراسات نفسيه بتقول هيك انه هي مراحل تقبل الاخبار السيئه. هلا على فكره، انا شخص، انا ماني عم احكي كطبيب، فيني احكي لك كمريض، انا مريض، انا مشخص بمرض خطير وانا مرقت بهالمراحل الخمسه كلها، فانا مرحله الحزن مرقت فيها، لابد اني امر فيها، وتجاوزت الحمد لله، وصلت للقبول.